اهلا بيكم في فيديو جديد في الجزء الثاني لسوق التغذيه عند الاطفال. ولو ما شفتش الجزء الاول روح شوفه بسرعه، وما تنساش اللايك على الفيسبوك والسبسكرايب على اليوتيوب وفولو على التيك توك. طبعا عند الام المصريه زي ما احنا عارفين انت لازم كل يوم تجيب حاجه حلوه ما تقلش عن 50 جنيه، لا ده ممكن كمان خاله يجيب وبابا يجيب وعمه يجيب وعمته وكل الناس اللي في البيت ممكن تجيب للطفل ده حاجات حلوه من السوبر ماركت. غير كده بقى الام شغاله في الكيكه وبسكوت وكنافه وبسبوسه وحاجات كتير كده ما يعلم بيها الا ربنا. بس انتوا كل اللي بتفكروا فيه انا ازاي اسعد ابني وافرحه واجيب له اللي هو عايزه، بس ما تفكروش ان الكلام ده هيبوظ له صحته وهيبوظ له جسمه، ممكن يجيب غيبوبه سكر زي ما احنا جايين نحكي النهارده عن القصه اللي انا قلت عليها المره اللي فاتت. في ولد كل يوم بلا استثناء لازم بابا وخاله وعمه وعمته لازم يجيب له حاجه حلوه، الولد اغمى عليه ودوه المستشفى، ماله؟ السكر عالي. ايه ده هو عنده السكر؟ لا. امال ازاي؟ طب انتوا تاكلوه ايه يا جماعه؟ بنأكلوش حاجة والله. طبعا ايه اهم حاجة؟ طبعا الاهل او الاسرة تمام بتنكر خالص ان هي بتعمل اي حاجة في البيت مثلا مضرة للصحة او كده، فطبعا بيقولوا للدكتور احنا ما عملناش حاجة. فانا كل اللي طالبه منكم يا جماعة ان انتوا تركزوا شوية مع عيالكم وتهتموا بيهم في موضوع الاكل ده بالذات وبس. وده كان نهاية الفيديو، ولو عاوز تعرف طريقة التغذية الصحيحة عند الاطفال استناني الفيديو الجاي، وما تنساش كابتن شوشة عمره ما يخليك بلوشة.